ينضم إلينا مراسلنا محمد فاضل من بغداد. محمد، ماذا يدور بشأن هذه الاجتماعات المكثفة لاحتواء أزمة البصرة؟ هل من جديد أو هل هناك توافق في الرؤى تجاه الحلول؟ نعم جمانة، على ما يبدو أن العبادي يحاول تصدر المشهد السياسي العراقي من خلال عقد لقاءات وعقد اجتماعات مكثفة، اجتماع لرئاسة الوزراء، اجتماع لمجلس رئاسة الوزراء، اجتماع للقيادات الأمنية، اجتماعات للقيادات العسكرية والأمنية، الذهاب إلى مجلس النواب، إصدار بعض القرارات الخاصة في مسألة البصرة، قرارات أمنية واقتصادية وإلى آخره من هذه القرارات، حتى دخوله إلى مجلس النواب استطاع خطف الأضواء عند دخوله إلى مجلس النواب من خلال مشادة حدثت بين حرس العبادي وأيضا حرس البرلمان. حرس العبادي يعني جاءوا بطريقة عنيفة ودخلوا إلى مجلس النواب، دخل إلى مجلس النواب وطرح العديد من الآراء، قال بأن الخراب في البصرة هو خراب سياسي وأن البصرة مستثنات الآن من أي إجراءات روتينية بالنسبة للموازنة وحتى لإطلاق الأموال وبالنسبة للدوائر الخدمية. من التحق بالعبادي أيضا من رئيس من وزير الداخلية ووزير الدفاع أيضا أدلوا بدلوهم داخل البرلمان. وزير الداخلية قال بأن حماية المنشآت الحيوية وحماية القنصليات هي مسؤولية القوات الأمنية وأن من اعتدى عليها سيحاسب بقوة، وطلب الدعم أيضا من المواطنين لدعم القوات الأمنية. أما وزير الدفاع فقد كان واضحا من خلال عدة نقاط طرحها، أهمها أن وزير الدفاع قال بأن القوات الأمنية ليس لها الحق، القوات العسكرية ليس لها الحق بإطلاق النار على المتظاهرين، وهو نوع من كسب الود بالنسبة لمحافظة البصرة. هذا الأمر ربما جعل النواب الآن في حيرة من أمرهم، خصوصا وأنهم كانوا مستعدين لإجراء شبه مساءلة للعبادي داخل البرلمان. هل من المتوقع الخروج بحلول تنفذ على أرض الواقع بعد كل هذه الخلافات التي تدور في المواقف؟ الخروج بحلول ربما من داخل البرلمان لن تكون، على اعتبار أن البرلمان العراقي حتى اللحظة لم يختار رئيس له ولم يجري جدول أعمال وإلى آخره من هذه الأمور، لكن ربما العبادي سيطرح هذه الحلول داخل البرلمان كنوع من الشرعية أو كنوع من استعراض العضلات داخل البرلمان العراقي، على اعتبار أنه أيضا يرأس كتلة سياسية أخرى ممكن أن تشكل الحكومة المقبلة، وبالتالي قد تكون الحلول التي تأتي من رئيس الوزراء عن طريق البرلمان أو عن طريق إعلانها داخل البرلمان هي كفيلة بأن يتصدر العبادي مرة أخرى المشهد وأن يكون أحد المرشحين ربما للحكومة المقبلة، خصوصا مع استغلال قضية البصرة. محمد.